waxa weeye maalmihii fadliga badnaa baan ku jiraa ee 10kii dhulxija badankeedna wuu tagay waxaase inoo harsan maalmihii ugu sii fadliga badnaa maalmahaas uu nabi sallallahu alayhi wa sallam ku tilmaamay afdalu ayami dunya maalmaha ugu fadli badan maalmaha dunyada idil waxa inoo harsan yawmu arafah iyo yawmu عيد الأضحى أما يوم النحر لبدا ما موضوع فضيلة جونية أي لي ما أنت عرفوا ما أنت السجالات وحوي وحيكون بيجان تهاي ما أنت سنين تا مركا وحفضي بدن أفكون الصوم ما أنت أس سي وهلا فضلي آدوين وأح إن ذنوب تلبس سنة إلهي وكثير تراي سنة كيلا صور دافع هي السنة كصوص على ذنب بجيسة أي الله سبحانه وتعالى كعجة ترى يا مالنتك برا حصون كذا مرك إن شاء الله تعالى مالنتها سك غني من سنة صون كذا يا ننوك على حرق أفك الصي له عافينات سي مالنتك لو حوي ومالنت عيدة أنا أعمال بلا هذا هاي أعمال شيء دواوين وحكم ده تكبيرتي إيو صلادي لتكني إيو ضحيدي هذا هو حقنا هنا وحي دول استاجنه وضحيلا فضلك إلى هذا تاريخ ذي ماشي كبير لابته إيو أحكام تذي وأحكام ذا وضحيلا هو حوي السنن تي أنبياء عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة أبيه إبراهيم أو الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويا نبي الله إبراهيم قصة عجيبة يا كوكب ستي وضحيلا مركي لتيديني نبي الله إبراهيم وحوي وح أولاد إله مسين إن أنت ودلني رضعها مركي وينادي ودق جاري أيا لو بشاري إن إله سبحانه وتعالى غلام حليم أو سيدور فبشرناه بغلام حليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون وحول نبي إبراهيم مو حاجبوك بشارين إنسان ولد ملائكتي بكله إن أنا وأدا وين كتيرة أو حوي هذا شلعي أو ذي وياه له أيه ولد يبوك بشارين إنسان وحيد إن قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين نحريست إلهي فضل يسويان وبشارة أن كسين إلهي حقي سكتي ماذا هكاقو سنة بين حمد إلهي سيد الله سبحانه وتعالى كسي إسماعيل آد يا آد وشعراء ولد كاس محايا لوحوها ولد صوبر أو نبي الله يكد يدونه ويكم وقت علامات النجابة علامات كي فضل يو إله سبحانه وتعالى محاليستي سبا كم وقت إله بعناية خاصة سينة مالك ولد وحوها آد وتربيسا أو إله وتوسي أو صوبي آد بو نبي إبراهيم وشعراء فلما بلغ معه السعي مركي وقاري حلي وآبه وهاعي ولسعني وحاندها ولدك مركي ودادس قارو وحلي ووالدك سعوش عليه أياس إله سبحانه وتعالى امتحان أذك أيوك يبتلي نبي إبراهيم وحول ولد كاس أتشعش هاي إبراهيم درتي وقورع رد إيه وولدك أوري ودشر أوتش على دالي أوتش على بكتيرة وح ولد وكلا ما هيستو وولد كلي أدوه وكان نحو جور عبادي وأرن آذ عرس لكن نبي الله إبراهيم عليه السلام وحوي الخليل إلهي بضرت إلهي بآذ شعل إلهي لو تشعل يا هالنا وكيح وحوريها أمر كأب سبحانه وتعالى إن يهي وح حقه أو حوي له كان سمي سادت لحظة من الترددين ولما فيه قاف فيه لوتس منام مركز ولد كيس الحكومة هو الأنبياء وحق أنبياء الأنبياء هذا حقوي واسيد السوتشيت ك وحي ووس ودبي أو كلا أمي في الله حقته سادت ولد كيس الحكومة يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وحان في هذا قاف كي والمنام كي أنا كجور عيا هذا أرجع كوره مركو ساس لي نبي الله إبراهيم معنى هذا ما أها إنه كشك سيئة هاي أمو كتر الدودة يكلب الله بيني أمرك يا ربي سبحانه وتعالى أيه وحساو لي هاي إن ولد كيسة وحراه يعني أنت مش كذس كغني جنة
بل دريكس وسوتشيتو وأصو هبية أنت وفليه وحوري إسماعيل وأصو ولد يراه ما يراه بل جوابتي سأك يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبا يوحات سمي سابر وحي لو فري سمي وهكلا بني أنا كسكتني وهذا أكيد دونتا إن شاء الله أنا أو صبريا والمير وحساس له وحلا ياب كله يعني اللي بضع الرماد اللي بضع وكل الدريين أبيه يولد كيبة ما قرر إنه ما كنت كله يابين أنت يعني سو قاتل ما أبها سولد كيس تشعل خبائن وأمر كي ربي سبحانه وتعالى فلي ولد كيسونو جورعه ديار قوه مثل ولد كي أرنتي وحوي سب وحلو قاتل إذا أنت فلي كاس الله يابنا مسكنا الله يابنا الله بلو الله بعرفه كلا ضرر عجيبة ويرد تبعتنا إلى سبحانه وتعالى أنت سنوك سيو فلما أسلم ملك إيه كان سمين الله بدي بويه كان سمين وتله للجبين وحوس يحي حاجة وتشي ودقي وحال إذا هذا إسماعيل بارك الله صلوا وحوري أبو هدي حاجة وتشي جاوس وتشيدو وحلاقي يا بينا النحلة ما كانت برت إسارته إذا النحلة لقيا لكن حاجة وحوي وتشي كل كأي صار أو حاجة قلت كأي جورع محيي لو حلاقي يا بينا النحلة ما كيا إنها يقصون يجي على رت سيدي بويا أنت أنتوا سن برت وسن وريدة قاعد لكن سكنتي أو أما من ديدي أو صاري يتوهدي هذا كيس أو صار أمرك الله سبحانه وتعالى لسوده مركبة وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إبراهيم وحوي يدي واضح ما يسي وكر والحقيقي سي منام كي آل أركتي وحوي هجورع بالي هجورع إسماعيل كبشي يا كوسو دجين جورع ساسو أجاو وحوب أركيبة ون عد وآد وشلس وأكتيسة شوبة أو إله سبحانه وتعالى الصمد وكسر دجي وحال لهم كان الله يك يعني كبشجي أي جور عليه أو أصيع وتحيني ها إسماعيل سكدة أمر كي الله نواد في سبالي امتحان كي نواد كقول لي ستي وحان لو قال إله سبحانه وتعالى أرن كيس ينو كاوي وحك استع أو أكتع عشا إله سبحانه وتعالى عد كستك صهرني محبة إله إلى قلب جاجة أي دكتي أو أتكرم شاكتي أو حتى ولد كي أدوك أو تش عليه أمرك إله إن تكفر ليس امتحان قد كل يبقى وتقول يستاني سيدي بكو قورا عاي كبشي وانكي وكو قورا عاي مالك الساس السنة دي أضحية لكو بلابت ولا ليال هذا باب بالآقة أضحية دا ساو كو بلابت هاي أولينا إبراهيم وديارو أها إنو أضحية ولد كيسي قورا عليه وديارو أها إنو فريو لولا أمرك إله كسو كوي من مويان إنك مانت وحوي وحليه هاي نيف أريئة قورا أما وان أما في أما الله أما قيل وحي قفوا أودي كرو سينا يمان دونت إن شاء الله تعالى مركة إنا كتر دون ما بقى هبا إنا حولي يرى الدنيا هو وحبا عن حين الله بخيله ما أها نبي إبراهيم ولد كيس يوجع على الدونك أيو دياره هايره وأمرك إله وقات مركة إنا قنا حولي النف عرم يا الله بخيلنا مركة إن شاء الله تعالى وحين ساسكو بالله بطي قفكر وحلو ببهاية إنو أمرك إله سبحانه وتعالى أهو كان سيوم حي إله وحولي فصلي لربك وانحر تكو ما أنت عيدة وصلاة عيدة تكو أو جور عين الله إيمو علماء الحيدها وحوي جور عبادات كمالية وفضل بدنية صلاة عبادات كبدنية شرك على قصة مني وفضل بدنها صلاة تكتب بلاها آياتا كل مي وحين كفل لبدنها وضحية الصدقة إن أضحوله أضحية أتكسى يبسن لهذه الصدقة يسطو أو العقد يأضحيسو وحكفل لبدن إن أدخل حيسو أيا كفضي بلان أقول علي إن شاء الله تعالى أنك كنت ذال أدخلنا وحوي نمعولينا أيا لقورع جيلة يلوضة يأرقى وحكرا لقورع كرمجت وانت هاي سي أكلا في عمتها ونافك كلبا لقورع يسو وفي عيها حقا وحوي عفمات كيسي يتركي سي يعي يحوي سونا حسية أي أكل قيمة بنت نف نف وكا قيمة بنية وكا قروح حسية وكا وحول العقل بنية أيو إلهك لو تعلي النبي صلى الله عليه وسلم وحيو بحين شري سنة كستا لبوا أو
oo cadiin iyo madow isku jira am lahayn aqranayn oo waxa weey geesalah sadar sadar xulo baahan yahay inaan ku dadaal arrikaas waxa jira wax ilaahdo aan ishtiraaku fi udhiya udhiya in la wadaago laba siyaabood udhiya waa loo wadaagaa in geeli isla wadaago oo waxa weeye waxa loo ogol yahay toddoba qof inay hal neef oo geel udhiya ku bixiso ama toddoba qof isla wadaagto neef loo ah waa jaa'is laakiin neefka ariga ah hal qof ma udhiya ka gudi karaa hal qof ayuu udhiya ka gudi karaa haddii laba qof ay isla soo iibsadaan neef ari ah ka gudi maayo nin iyo xaaska haday dhahaan udhiya isla bixinayna ana adiga yaani udhiyadii gabadhi iyo udhiyadii ninka ay hal neef ari soo iibsadaan ka gudi mayso laakiin nooca labaad oo ahaa ishtiraaku fi thawaab ajirka inay wadaagaan taas waa suuragal waxa weeye qofku marku udhiya soo iibsado maalan aabihii ayaa neef ari soo iibsaday heerkiisa idil ajirku la wadaajin karaa xaaskiisa iyo caruurtiisa laakiin udhiya asaga iska leh asal ahaan laakiin heerkiisa la wadaajinaya oo ajirkii bay la wadaagaya xataa aabihii iyo awyaashii iyo amwaadii eelkiisii ka dhimatay way la wadaagayaan haddii uu niyeysade u dhaho waxa weeyaan ilaahay udhiyadan waxaan ka gowracayaa naftayda iyo ehelkayda iyo awlaadayda iyo amwaadayda intaba ajirkii way la wadaagayaan ajirkii udhiyada way la wadaagayaan marka al ishtiraaku fi thawaab way kaas ishtiraaku fi ilzaama kii hore soo xusay inuu ka duwan marka walaalayaal udhiyadaas aan ku dadaalno xagga da'da xoolaha la gowracayo hadduu geel yahay waxaa shardi ah inuusan shan sano ka yaraanin shan sano weliba neef qaalin ah oo ama qaalin ah oo waxa weeye shantii sane u dhammaatay sanadkii lixaadna guda galay ayuunbaa la gowrici karaa hadduu loo yahayna waxa weeye laba jir waa inuu ahaadaa ama dibi ha ahaado ama ha ahaato waxa weeye sax ha ahaado hadduu riyo yahayna waxaa shardi inuu laba jir uu yahay sanadkii saddexaadna uu bilaabo guda garay haddii uu idan yahayna ama wanhaado ama la haatee inuu gujir yahay hal sano waa inuu dhammaystirnaataa haddiina xataa sana uusan gaarin iduhu waa inay ilkaha hore ay soo dhacsadaan ilkii hore waa inay ka dhacaan haddii xataa sanad ay ka yaryihiin laakiin waxaa fiican sanad iyo wixii ka sii badan taasi walaalayaal waa arrinta ku saabsan udhiyada xajkii xilligiisii baan joognaa waxa weyaan muslimiinta maanta waxay ku jiraan ilasaf shadiid xaalad aan hore u soo marin oo waxa weeye xajkii caalam islaami meel kasta looga imaan jiray xataa wadamada gaalada muslimiinta kasoo xajin jireen caalamka idil baa xajka looga imaan jiray ilaa laba milyan saddex milyan oo muslimiin ah isku imaan jirtay xaramka maanta waxa weeye dadka xajinaya xajka loo ogol yahay waa dad yaroo kooban oo lixdan kun in lahaa baan jeclah waa tiro aad u yar waxba aan ka ahayn markii loo fiiriyay tiradii ee muslimiinta kusoo xajin jireen ilaahay aafada iyo ibtiladaha naga imtixaanka naga dulqaado oo weliba gudaha sacuudiga uu ka xajinayo caalam islaamiga kan looma ogola inay dibadda ka imaadaan iyadoo cudurkan xun ee coronavirus ay ka cabsanayaan marka walaalayaal laakiin taa macnaheeda ma inaynan isxusuusin xajka iyo fadligiisa dad badan waxaa laga yaaba ilaahay xoolo siiyey oo intaasoo sano waxa weeye ay soo dhaaftay oo ay xajin kareen oo weli xajin inay jiraan wayna jiraanba xaqiiq ahaan marka waxa weeye dadkaas waxaan leenahay war ilaahay hadduu xoolo ku siiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolo kugu deeqo ka xaji ha kala bakhayrin lacagta xajkaaga baxaysa eegin ee fadliga iyo ajirka iyo wax aad ka helayso eeg xajka maxaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yihi alxaju lmabruur laysa lahu jazaa-un ila aljanna xajka lagu baahrinima falay ee macaasida xumaanta laga ilaaliyay ee suu yahay loo gutay abaal kale male oon jannada ahayn haddaba walaalayaal ma lacag yar baad u quuri laabaa inaad jannadii aad ku iibsato waxa weeye jannaad ku helaysa xajka jannaa lagugu ballan qaaday marka xoolo muxuu yahay adduunya maxay tahay beri baad helaysaa xooluhu wax iyo ma jiro marka xoolo inaad kala bakhayso xajka maba haba haddii xataa hal milyan oo dollar uu gaaro oo ilaahay ku siiyay lacagtaas inaad bixiso weye alxamdulillah wax sausi badan ma aha waa la xajin karaa arrinka labaad ee nabiga calayhi salaam nagu tilmaamay fadliga xajka waxa weeye xadiidku nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam man xaja falam yarfuf walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummu qofkii xajiya oo waxa weeye wax xumaana aan samaynin oo dembiga iska ilaaliya xumaha wuxuu soo laabanayaa isaga oo dembigiisii laga maydhay sida maalintii hooyaday ay dhashay oo kale ah ka yowmi waladathu ummu
وحوي أذيعه بلا ذنب هاد كسر الله منسى حتى علماء الحد عن ذنوب تكبائر تعالوا الله فيا ذنبي هذا كبائر تحتا وعلوا الله فيا خوف كذبي ولا غم يريا وح قال وح إله سبحانه وتعالى نعمه نسيوي مركب وح لو تفريديه ما النبي عليه السلام حديث الحكوت قال إنه جهاد قول دقمه جهاد كأنه قول دقمه حج لكن أفضل الجهاد حج مبرور بنبي عليه السلام جهاد أوفل لبلا وحوي وحج كلو بارنا فلان مرك قفك إلهي حولسي وإنه ودك دقاء ما حايا هذا ودك دقاء وحلقة يا أبا إنه يجيري كوكوتي ماتو ما عنك استوى على دمانيا إنه حانو كوي ماتو ولو ودي كلمة دينا حج بقى أبوك عضبا وثرت أطال وحلقة يا أبا إن حوله أذهي ستبعي كابا بقى وحلقة حدكو حج سادوين وحلقة يا أبا إن الدنيا يكون مشغول السو أما دباتو حج كوكوتي ديني كوكوتي ماتو أما غير كاقا إيه كاقا يكوتي ماتو ما حجك هدبين صدقت النبي عليه السلام يقول من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يبرض المريض ويتضل الضال وتعرض الحاجة خفت حجك الدنيا هدك دقو النبي عليه السلام حجك ودك دقو ما حير وحكوي ما أنكر حنون وحكوي ما أنكر إن حوله وايو ضاهين يكون على دعك وطبيستي ولا ليال وحارمنا إلى برادو شنو قد يد آذي آدو فالح أو مقالة هرقيسة كدع علي مالني يراين صوداف waxaan filayaa dadkii ee media kala socda arintaas oo arintaas ay dadku wada gaadhay waxa weeye kufsi iyo jirdil iyo dil loo geystay gabad waxa weeye gaari bas ah raacday amin habeenimada markii ka soo laabatay eelkeedii oo soo booqatay ayaa wax gurigeeda u socotay xaafada ina mooyay baskii ba soo raacday baska laba nin ba saaraa darawalkii iyo ninkii la socday كليجين أيها السعودة بسك حلو هاي العشية سرادي عش وحول الأذامي سوي شيء قف قبل أهل كذا كملة ووو برادو شيء أنت يعني كشة يخبط بلا بركة نمتي قبل نمتي بس صاف وشيء وضدي ويكبرين وضدي قالوا السعودية سوق وكل ما لها ويكبرينه وحلا مرة حفلة دحول وضد دحمت تبي ترى قبلني بيكوف سدان سحنا ويجير دلين نبراح حن بوجستين مرح يوتش يقعمه وتشبيين تبي ترى مركي أركان دمرتي أما أنا نفق ما يسوي كتشيرين أي جاري كتورينه ما الوضع نعيد كتورين بالله أمر كيس ما إيش القدر إله لك صعد نمان كي ميس ثوبانه أيه قو ما لها تشوفه قاحي تشوفه أيه إن أنت ميت كذا لك dabeetana warkii uu isgaari gaarigana waa la yaqaan gaari caan waha oo midabkiisa xataa ka duwan midab gowrida kale markiiba waxa weeye askartii baa la wacay waa la soo qabtay nimankii waa la xiray hada walaalayaal gabadheer way dhibat waxa ajeebta waxa weeye gabadhaasi adeerkeedii soo booqatay oo nin waayeel aha ayay ciilan garka u maraysay baa leeyahay intee san guriga ka tagay odaygii markii loo sheegay gabadhii mar dhawid ka tagtay in la dilay oo ay dhimatay markii waxay kursiga ku fadhiyo xagga dambu uu dhacay liiro naftii baa ka baxday asagaftiis asagaaba laga hor aasay gabadhii marka arin aad iyo aad runtii looga jidacyado way waxa weeye waa dhacdo ugub ah oo loo hor lahayn waxa weeye lagu aqoon dhulkeeda marka walaalay dadka dambiilayaasha ah ee arintaa geystay waxa weey waxa isku dareen jaraa'im kala duwan koow horta waxay banaysteen cirdigi ilaahi subhanahu wa ta'ala oo xaraamay zina ku dhacay waliba zina kaliya ma aha kufsi baa la socda zinadi oo qofku waa lagu qasbay ikraah baa lagu sameeyay waxa weey taraba kasi xumba dilki waxa weey zinadi waxa weey wax la socota kufsi baa la socda waxa inta u sii dheertay dil gabadhii u geysteen oo suxun u dileen iyo inay qudhi ka jareen oo dileen hadana waxaad moodaaba in kuwa waxa la dilinba markii waxa sameeyeen tan iyo abatoona kamale waxaad garanaysaa inay mujrimiin yihiin hay'ad garanaysaa marka arintan waxay tusinaysaa horta dhaaf al-iiman iimaanki inuu dadkaas qalbigoodu u ka baxay ama ay dhaafaa al-iiman inay yihiin ama iimaan qoon baysan lahayn maxay nabi xudu calayhi salaatu wasalaam la yazni zani xina yazni wa huwa mu'min qofka zaniga markuu zinaysanayo iimaanka waa laga sii qaadaa iimaan ma leh إيمانك وحبا لك السيبية والنبي عليه السلام إيمان ما له مركز مركو دلك جيسانيا وصاصك لا ولا يقتل القاتل حين يقتل هو مؤمن
marka laba jirimo waa weyn bay isku darsadeen ayati quraanka ay ku fiirsay ilaahay wuxuu man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima ilaahi shan goodi isku daray qofkii naf mu'mina qudda ka jira bixir xaq ko jahannam ilaahi subhanahu wa ta'ala u gooti wa 'adab aakuru marka labaad khalidan fiha wa ku waraya ilaahi intu doono ku waraya wa ghadiba allah alayhi arad ilaahi ba ku dhacaysa ولعنه ان على الله لا قد عيسى وعد له عذابا عظيما عذاب ضرب له ودياري مركا لبا جري ما خن بس زينتي وايدو لفتيدا حيضا مبقات كدبيدا كبائر تو وين عذاب متيساه يدل اي وها وي ددكي او خلخليان وحناتي مظاهرات اي دمر كدغان اليهين وها وي ما انت لا بلا وها وي نفتانو امن او منهم ان ان جوار عام كفولو بسسك اي تكاسيد اي وان عبسنينا وحوي أمني مدري مين حوي كف سجاي دل كهذا اسمه دري وحوي حالات حوي حالات ما كول عليه أنت اللي قد يري الله بهاي واجب كدولة وحوي إن أي أنت تاس شرع جم مريصو سفلا الشرع جا أنت تاس لو جب بهاي وإن مريصا كدي مرك علماء الله تشطه سفلا الشرع جا وحوي إن من كاس لا قصاص أو للديله أو حد شرع الوقوف فيه بل علماء قالوا حليه وحد الحرام اللي هو فيه حد الحرام اللي هو حويان إنه سكوتر الدل إيه وربا صلبي إنه صلبي هو حويان ميل عامة لقصة الله أيقو وحويان ميت كولا وصدح عشان له داي هالقص وضدكو أركان تيقولي لو وصل بيساس الله قاع موت يلا بقول بابا لقحره وهالك ضدكو أركان ويكون عبر قاتان ضدك مجرمين تو إذن يكون عبر قاتان إن ضد نوع عاصف كلو فكرية شري ما ها ضدكاس إلا حرو كرية وحبس لجيه محايل حبسه ماها كما هو كما جوني جريمة كما جوني طب بدل أو مجرمين وكل هنا أيام مركز صعب حالنا جرائم تي هالك بقسي ولا يعني لكن مركي أفعل الدليل وهو يقف في كفس السبية تلامش سرع على قاضي هدول دلنا على قصاصي وهو يجيب المستقبل ويعرف صنيع أنت الله بعد اللي بعدين وهو علماء دور بقى اللي بعدين أح فحصلا أمضى كفاف طيب waxa way zinadan iyo fawaaxishta la fudaysay aad ugu faafay bulshadii inay culimadu ka hadasho oo barabirta kaga hadasho oo khudubta kaga hadlaan oo muhaadaraad kaga hadlaan oo dadka la wacyi geliyo khatarta ay leedahay iyo aafada ka dhalanaysa iyo mafaasida ka dhalanaysa maxay leeyahay qofka jahilka ah ma garanay khatarta ka dhalanaysa laakiin qofka markuu cilmi u leeyahay waxaanu garanayo aafadiisa iyo cawaaqibtiisa xun markuu garanayo uu ka cabsanaayo wixii dib uga istaagaya xulul sharciyan ee culimada ay keenaan ما حارد اللي جود وينه يا وين علماء كهل الله نتاس حيبان جود وينه وحكم إذا جور كيلا فوضي واجب ككلاء برشلونة صاروا وحوي إن حبلها الله إلى عليه أو حوي حبلها السيدين يهبيني مع السعونية إن لقى الدكتورة أو حوي إن أنت هذا قبل كم مرة على عدة دعوة قريه لك صبيح سوق يسن آدم مهرنا يسن آدم إلا إن الله سعتمه يا قف محرم كذا والله سعلمه يا هبلها ياعي السوق يهبينك يا مال سعوني وحوي خطرت هذا لا ضد حياة ترى ضعفاء الإيمان في كل زمان ومكان ويشرا إيمان الله هاي إلهي أن كعب سنين قبلها نوع سوار سنة يشرا وحوشة مركا هداد إن أنت هذا أما ولاشة أما وحوي قف محرم كاجع يقولوا كل شيء تو وين هذا الإنسان وين الودي داخل يا سبيك إن السعوت إن أظل السعوت أما قف محرم هذا الله السعوت مويان مركب ولا إله سبحانه وتعالى فويك هذا إله نجيل عليه قبضنا أصل إله سبحانه وتعالى الله نحرسته دم بجد الله دافه قبري الله نوريه أهل كذا يدك يكبر حدا إله سبري من الله كسيه سبري من الله كسيه ضمانتن وحوي رأي عام كي أمني قلنا بخل خليان قواس مجرمين تها إله سبحانه وتعالى إنجنا إيمان الله نورزقه دتك بعد سنة الله صهنونيه دتك نجح ما دنيرته نجح ما تني الله سهدي